اخوان منصور من الشباب المجتهدين في مدينه طنجه، نبارك له جميعا تاسيس هذه الشركه اللي كتشوفوا الاعمال ديالها تبارك الله ما شاء الله، اللي فيها علماء من مختلف دول العالم الاسلامي. مفخره لمدينه طنجه ان تشهد انطلاق تقانات متخصصه في التصوف في جميع اتجاهاته، فكرا وسماعا وفي جميع الجوانب. فرقة ابن عربي للموسيقى والسماع الصوفي تعتبر أقدم وأشهر فرقة للموسيقى والسماع الصوفي في الوطن العربي، تحيي التراث الصوفي لحنا وشعرا من خلال أشعار كبار أهل الله العارفين والأولياء مثل الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي، سيد ربيع العدوية، سيد محمد الحراق، سيد عمر ابن الفارض وغيرهم كثير. تتغنى أيضا باللحن بالتراث اللحني الصوفي خاصة لزوايا شمال المغرب والمملكة المغربية بشكل عمومي. هذا الحفل الفني الساهر يعتبر الأول لها منذ ما يزيد عن عقد من الزمن. الحمد لله، يعني نجد الجمهور والإقبال كبير جدا هذه الليلة. نسأل الله أن نكون عند حسن ظنكم وحسن ظن المشاهدين والحاضرين. شكرا لحضوركم. شكرا لكم على هذا الحضور الكريم اللي جا من الشعب يعني والجمهور الطنجاوي لهذا الحفل الروحي الرمضاني رفقة بنو العربي ورفقة الكورال الموشحات التابعة لجمعية دار الفنون. الحمد لله احنا قدرنا بان هذا العرس الرمضاني الاول ديال الجمعية وديال الشركة المغربية للإنتاج الصوفي
بأن نقدموا هذه الفقرات الفنية، والحمد لله نال إعجاب الجمهور، وهذا هو تشجيع لنا باش نقدروا بأن هذه الجمعية تزيد القدام إن شاء الله وتزيد بأعمال أخرى إن شاء الله. أول مرة بعد غياب طويل جدا دام أكثر من 15 سنة تقدم فرقة ابن عربي للموسيقى والسماع الصوفي هذا العرض في هذه الأمسية الرمضانية، عرض يعيدنا إلى حقائق الصوفية وحقائق الإسلام وباطنه وروحه التي يمثلها التصوف من خلال أشعار كبار الصوفية ابن عربي، أبو الحسن الششتري، سيد محمد الحراق، السيد عمر بن الفارس، السيد رابعة العربية، رابعة العدوية، كل هؤلاء أثروا الإرث الصوفية من الناحية الشعرية، بالإضافة إلى ألحان مقتبسة من الإرث المغربي وخاصة من إرث زوايا شمال المغرب، إرث كاد النسيان أن يطاله، قدمته فرقة ابن عربي على مسارح العالم كمسرح معهد العالم العربي أو مسرح المدينة الدرافيل في باريس أو دار الأوبرا المصرية أو في مهرجان سيرفانتينو في المكسيك. مدير جهوي لقطاع الشباب في وزارة الشباب والثقافة والتواصل، هنيئا لكم. هؤلاء أبناء مدينة طنجة المجتهدون، نفتخر بك سي سمير، نفتخر بك. شكرا سي عبد الحميد.